الراحة هاي يا يابا قديم يا من قديم نروح الطواحين ما تفعل تطحنين قديم هاي من رحمت أمي من 80 سنة وماتت لها يجي 40 سنة أمي استعوضتها منها يعني أخذتها برثة منها قال هاي ما لها شغل قلت لا يبدي يجي يوم نعتازلها الراحة فادتنا حيل مو شوية هسا عادي أنا مثل ما تقول خليتها يعني للأيام الموزنة الحجر هاي والله يابا هاي عمرها يطلع بال 300-250 سنة لأن هاي قديمة يا وليدي قديمة حيل سكننا بخيمة والله أنا متجبرين الله الله رجعنا طبعا رجعنا أنا تعرف نادى ميت كبيرة والله رجعت أنا من غلات الشيء علي رجعت والعالم للساعة متخاورة جينا اللي جاي إنها البيوت كل من يمشي لحاله والله إذا الله تيجي 4 أيام بلاي أكل أنا ما بي خبز ما بي طحين ما أستحس أن أمشي